السلام عليكم، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى تعالوا هنشوف روتين بعد العصر عند الفراخ. روتين بعد العصر عند الفراخ بصراحه انا جيت لهم الصبح حطيت لهم كده بواقي اكل البيت ونزلت على طول. دلوقتي بقى جبت لهم عيش. يا حسن سيب الفراخ يا حبيبي، الفراخ هتعضك. شايفين بقى حسن والفراخ؟ يا حسن هتعضك. خلاص طب سيبها، هي هتاكل لوحديها، سيبها. شاطر شاطر، اغلط واحده. ماشي. المهم بقى جبت ليهم طبعا بواقي اكل البيت، كنت بعمل كوكتيل وكده، بس طبعا زي ما انتم شايفين كده بهدلوا الدنيا ونتوروا طبعا الدنيا. هم جعانين الصراحه، يعني هم عايزين ياكلوا. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ لسه هنبل يا حسن حبيبي العيش. حسن بيقول لي تقيله الفرخه، تقيله، ماسك يعني الفرخه كده وبيقول لي تقيله. المهم بقى هبل دلوقتي العيش، وطبعا هقصقص ليهم باقي كده الفواكه دي وقشر الفواكه يعني، وهبل العيش تمام. وبعدين هحط ليهم طبعا ان شاء الله باذن الله الاكل ده، مش معايا والله العظيم ولا اي حاجه ثانيه. اصلا انا من اديلي يعني تقريبا اسبوعين كده وثلاث اسابيع بطلت ليهم علف خالص، والله ما بارك. يعني شايفين الاوزان يعني ما فيش تراجع الحمد لله، الاوزان بتاعتي قاعده زي ما هي. هات يا حسن، هات هنا القزازه. يا حلا في فته تحت، هتنزلي تاكليها ولا هتجيبيها للطير؟ هشوفها للطير. مش هتاكليها يعني؟ طب روح هاتيها لي. يلا هات يا حسن شويه ميه هنا علشان العيش بس يتبل. حسن وحلا الصراحه وحسين كلهم كده بيساعدوني الصراحه في تربيه الفراخ. شايفين رغم ان الوزن بتاع الفراخ الساسه تقيله وحلوه ما شاء الله يعني عليها، اللهم صلي على النبي، بس بصراحه بتنط كده على الدكه وبتنط على الصوف وبتنط كده على الستار كده. والفراخ البلدي برضو زيها. بصوا شايفين، شايفين الفراخ البلدي؟ شايفين؟ بصوا الحويصله بس حسن كفايه كده. شايفين الفراخ البلدي الحويصله بتاعتها مليانه واوزانهم ما شاء الله عليهم. دي طبعا فرخه، وطبعا تقريبا يعني باقيهم الديوك. المهم بقى هقعد كده مع نفسي. بصوا شايفين اوبا دقيقه دقيقه بس كم من ديلو. استنى حسن، استنى استنى يلا دي داو. امسك من جناحه. بيخاف حسن، بيخاف. ايوه شطور. ايه قادرين على شايفين؟ بصوا ده طبعا ديك بلدي، وده برضو اللي على الستار ده برضو ديك بلدي تمام. بس يا حسن ثاني، بصوا حرمي الديك على حسن. بص يا حسن تعالوا بقى شوفوا حلا وهي بتعمل اكل الفراخ. هتنط دي؟ لا مش هتنط، سيبوها بس انتوا كده ما تجروش وراهم عشان ما تنطش. هو بيقول لي طبعا هتنط من فوق السطح دي، بس هم الصراحه انا كنت خايفه من الموضوع ده جدا ان هم ينطوا من فوق السطح، بس لا طبعا ما بينطوش من فوق. يا حسن ما بينطوش خالص من فوق السطح، وهم اخدوا طبعا على المكان عشان انا مربياهم من عمر يوم تمام، فاخدوا على المكان. شايفين بقى الفراخ؟ عملتي ايه حلا؟ بتحطي لهم ايه؟ ما تخافيش، بتحطي لهم ايه؟ بتحطي لهم ايه حلا؟ بتحطي لهم فته. احنا ادينا زي ما قلت لكم اسبوعين او ثلاثه بناكل طبعا الفراخ من الاكل بتاعنا، الاكل اللي هو بناكله احنا بناكله طبعا للفراخ. وبصراحه ده اوفر بكتير من اني انت تجيبي اعلاف دلوقتي. بعد العلف طبعا ما وصل 30 جنيه كيلو، حرام جدا جدا ان انت تروحي تجيبي كيلو علف ب 30 جنيه. والله مش هياخد معاهم اليوم عشان طبعا هم كبروا. فما نزلي الصينيه دي في المطبخ وتعالي تاني واغسلي ايديك يا حلا. على فكرة ودي هنا طبعا مية بنجر وكده، فأنا طبعا بسيب ليهم المية الأكل كده في المية دي، بيشربوا المية وياكلوا طبعا اللبة كده والعيش المبلول ده. بيستفادوا الصراحة جدا 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 من الصراحة. الفراخ بتاعتي كلها طاقة وحيوية ونشاط كده، والحمد لله ما فيش أي فرخ فيهم كاشش ولا إيه، ولا في أي فرخ يعني تعبان، وده الصراحة من فضل ربنا طبعا والوصفات اللي أنا بعملها تمام. زي ما قلت لكم ده بفضل ربنا والوصفات اللي انا بعملها.
هكمل بقى دلوقتي. بصوا شايفين العيش فتيته زي ما انتم شايفين كده، بصوا اهو. اكلت صباعي. المهم بقى وهجصجص ليهم قشور الفواكه دي. طبعا قشور الفواكه الصراحه مفيده جدا جدا جدا. هجصجص ليهم قشور الفواكه دي وارجع لكم تاني. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير ليوميات منى بنت الصعيد. واتمنى طبعا يا حسن بلاش بقى، واتمنى طبعا شايفين ده ديك تاني، بصوا ديك بلدي اللهم بارك، بصراحة وزنه جميل جدا جدا. بصوا شايفين الحويصلة بتاعته ازاي مليانة، معنى ذلك طبعا ان هو بياكل. بصوا شايفين الديك البلدي ده، بصوا بصوا عشان هو عشان هو بيعاكس، عشان حسن بيعاكس. انا عملت حاجة نزلته بقى، رميت عليه الفراخ البلدي نزلته. المهم بقى هجصجص دلوقتي القشر بتاع الفواكه ده وقشر طبعا الخضار، وهسيبهم كده في وهسيبهم كده في نفس الميه دي، وهحطهم طبعا في العلبه او الطبق اللي انا بحط ليهم الاكل تمام فيه. هحط لهم طبعا الاكل كده مبلول بنفس الميه بتاعته دي تمام، وهما هينجوا طبعا العيش وهينجدوا طبعا الفواكه، وبعدين هيشربوا الميه تمام كده. شايفين هيموتوا بعض عشان عايزين ياكلوا جعانين. ادي هنا بقى زي ما انتم شايفين انا جزجزت كميه القشور بتاعت الخضار والفواكه كلها، والحمد لله يعني فيهم والله كانت لقمه العيش القليله خالص دي بقى اتبلت كده وفتيتها زي ما شفتوا طبعا في اول الفيديو. دلوقتي بقى هحطها ليهم في الطبق، وبعدين ان شاء الله باذن الله اسيبهم بقى ياكلوها. على فكره هم بصوا شايفين الحويصله بتاعتهم مليانه، يعني هم ما شاء الله واكلين، لاني انا والله كنت سايبه تحتيهم بوقي برضو اكل الصبح بتاعت البيت، كنت سايبه لهم يعني اكلاهم في الصبح. ودلوقتي بقى هعشيهم قبل ما ابيتهم تمام. خد يا حسن، خد تعالى سيب الطبق، تعالى خد دي وكبها لهم في الطبق، امسكها كده بالراحه وكبها لهم في الطبق. بس اوعى تكبها في الارض، هي هو حتى لو كبها طبعا في الارض هياخدوا طبعا ينجدوا طبعا الاكل اللي فيها. اخبطها يا حسن في الطبق عشان تنزل كل الفتافيت اللي فيها دي. اخبط العلبه دي في الطبق، اخبط العلبه في الطبق كده، ايوه كده. ما تخبطش الفراخ، لا اخبط في العلبه. يا حمار بيدك، طيب بيدك بيدك بعيدهم. ما علينا حسن، هاتي حسن العلبه. بس انا مش ناقصه فرهده، بس اهو. وهي اصلا الفراخ طبعا هتنجد كل حاجه من الارض، بدل ما حرام يعني الحاجات دي تروح كده في الحوض وتسد طبعا الصفايه بتاعت الحوض مني. لا لا يا حسن سيبهم بقى، خلاص سيبهم بقى وابعد منهم عشان ياكلوا. وزي ما انتم شايفين طبعا الميه الحمراء من البنجر طبعا. بصراحه الاكلات دي مفيده جدا جدا، وما شاء الله يعني والله بجد زي ما بقول لكم حسن يعني بيقل لي فرخه كده، فبيقول لي الفرخه ما تقيله. قلت له اه يا حبيبي هي وزنها حلو الحمد لله طبعا، حتى بعد طبعا الحمد لله يعني ما بطلتي ليهم العلف، الاوزان بتاعتهم قاعده زي ما هي والحمد لله. الحمد لله ما فيش اي تراجع في الاوزان، وده الصراحه المهم بالنسبه لي. بصوا حلا هناك اهو، بصوا تعالوا شوفوا حسن بيعمل ايه. انا مش عارفه والله العظيم عيالي دول يعني اعمل ايه فيهم. طب يا حسن الفراخ عايز تتعشى يا بابا، الفراخ عايز تتعشى. ما تنطش تاني عشان هم بيبعدوا من الاكل. ماشي ادعوا لي بقى حسن كده ربنا يهديه هو واخوه واخته، وبقول ادعوا لحسن وحسين وحلا ربنا يهديهم ويصلح حالهم. ليه؟ عشان حلوين. المهم بقى واتمنى طبعا ان انتوا تدعوا لصاحبتي ربنا يكرمها ان شاء الله بالذريه الصالحه يا رب، ويديها كده الخلف الصالح
بجد يعني نفسي 40 غريب يدعوا لها دعوة صدقة كده من القلب. إن شاء الله بإذن الله ربنا يغير طبعا الأقدار. هي متجوزة قديلها كم سنة ولسه طبعا ما رزقهاش ربنا بالخلفة أو بالعيال. وبصراحة يعني هي صاحبتي والله مش بس صاحبتي دي أختي، وأنا الصراحة والله زعلانة علشانها، بس بحاول إني ما بينش الموضوع ده قدامها. بحاول أقول لها يعني كل واحد ليه رزقه، وكل واحد طبعا ليه حاجة بياخدها وكده. بس والله بجد يعني أنا نفسي والله يمكن أكتر منها كمان أني ربنا طبعا يكرمها بالذرية الصالحة ويديها كده عيل تفرح بيه. بجد يعني ساعات بقولها يا بنتي والله أنت في نعمة، أنت في نعمة أني أنا والله عيالي مجننني. قلت لها يا أختي أنت في نعمة والله. بس صراحة يعني بكون طبعا الكلام ده من ورا قلبي، وربنا طبعا يكرمها ربي بالذرية الصالحة كده. ادعوا لها والنبي يعني اعتبروها يعني اختكم، فادعوا لها طبعا دعوه كده من قلوبكم ان شاء الله صادقه، وربنا ان شاء الله باذن الله يتقبل مني ومنكم يا رب ان شاء الله. خلاص بقى الفيديو لحد هنا طبعا النهارده خلص. اتمنى طبعا اني اكون فدتكم ولو بمعلومه بسيطه، واحنا الحمد لله برضو شغالين كل يوم ببدايل العلف، وبقول لكم طبعا كل يوم كده حاجه جديده. انا جبت ب 20 جنيه فاكهه وعندي خضاري في البيت. امبارح كنت اول امبارح كنت حاطه لهم طبعا عيش مبلول وباقي رز ومش عارفه ايه وكده، واول امبارح كنت عامله لهم باذنجان مسلوق وبطاطس مسلوقه نص سلقه يعني كده او نص سوا، وكانت جزر برضو. والحمد لله الحمد لله كل يوم اللي فيه رزق، يعني الرزق اللي بيكون والله موجود هو اللي بعمله لهم بالنسبه يعني للفراخ. وعيالي زي كده الموجود برضو في الثلاجه بعمله لهم، يعني يوم فته يوم لحمه يوم اكل شعبي كده يعني. الحمد لله الحمد لله. طبعا على كل حال انا طبعا الاكلات اللي بنزلها ليكم على قناه مطبخ نونا بنت الصعيد دي اكلات كنت عاملاها من السنه اللي فاتت، بس بعيد طبعا منتجها معكم. خلاص بقى الفيديو حنان عدى العشر دقايق بدري، وانت شغاله راغي لحد هنا طبعا الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى طبعا ان انتم تعملوا الاشتراك للقناه لو انتم اول مره تشوفوا القناه، وتعملوا لي طبعا لايك للفيديو وكومنت طبعا حلو بدعوه حلوه منكم، وليكم ان شاء الله باذن الله مثلها. مع السلامه يا اخواتي.